السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض Concept 1.1. هنذاكر مع بعض Lesson 3. زي ما شايفين معايا Lesson 3 بقسم لي شقين. أول حاجة هنتكلم فيها مع بعض عن Digestive System، الجهاز الهضمي، وإن شاء الله هعمل لكم Part 2 هنشرح فيه Respiratory System، الجهاز التنفسي. لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نبدأ درسنا النهاردة بعنوان Digestive System معناها الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هنتعرف مع بعض عليه بالتفصيل النهاردة. في البداية كده بيديك سؤال بيقول لك Look at the opposite figure then put true or false، انظر للشكل المقابل ثم ضع علامة صح أو خطأ. Number one, living organisms can live without food for many weeks. الكائنات الحية ممكن ان هي تعيش without دي معناها بدون طعام لعدة اسابيع. هقول له اجابة false. هل انت تقدر انك انت تعيش without food من غير ما تاكل تقدر تعيش؟ لا طبعا ما نقدرش نعيش، فبالتالي هقول له false. Number two, food provides our bodies with the needed energy and help us to grow. الطعام بيزود our bodies اللي هي اجسامنا بالطاقة اللي احنا بنحتاجها بدنا على النمو. طبعا هقول له ايه، هقول له true. تعالوا معايا بعد كده في اللي بعده بيقول ايه. How do body systems adapt to meet the needs of living organisms؟ ازاي الاجهزة الجسم بتتكيف علشان تقابل احتياجات الكائنات الحية؟ يعني ايه؟ عندنا البادي بتاعنا جسمنا بيتكون من ميني سيستمز، من عدة انظمة. احنا النهاردة هناخد حاجتين، هناخد Digestive System زي ما قلت الجهاز الهضمي، والحلقة القادمة هناخد فيها Respiratory System الجهاز التنفسي، وان شاء الله بعد كده هناخد Nervous System الجهاز العصبي. فعندنا جسمنا، وطبعا بعد كده برضو هناخد اجهزة تانية، لان جسمنا ده عبارة عن Mini Systems، العديد من الانظمة. تمام؟ فيقولك ازاي البادي بتاعنا او البادي سيستم ده يقدر ان هو adapt، يقدر ان هو يتكيف to meet the needs of living organisms. ازاي هو يقدر يتكيف علشان ان هو يقابل احتياجات الكائنات الحية. احنا عارفين ان each living organism has different ways to adapt to live in its environment، زي ما شرحت قبل كده النقاط السابقة، وشفنا مع بعض ازاي الانيمالز وازاي البلانتس تقدر ان هي adapt to environment، ازاي بتقدر تتكيف في الانفيرومنت اللي هي موجودة فيها. So the body of a living organism، زي عندنا الجسم الكائن الحي زي الهيومن او عندنا الانيمال، is made up of systems. جسم الكائن الحي سواء كان الهيومن او كان الانيمال زي ما قلت made up of systems، بتكون من انظمة عديدة. اي ايه systems دي؟ زي digestive system و respiratory system و nervous system. digestive system الجهاز الهضمي، الجهاز الخاص بيه عملية الهضم، العملية الخاصة بيه الاكل اللي احنا بناكله. تمام؟ اما الريسبيراتوري سيستم ده الجهاز الخاص ببريزنج، بالتنفس وعمليات التنفس اللي بتحصل على جوه جسمنا وخارج جسمنا. اما عندنا النيرفي سيستم ده الجهاز العصبي، وده المسؤول عن الاعصاب وتكون موجوده جوانا. ان شاء الله هنتكلم عن كل واحد منه بالتفصيل. تعالوا دلوقتي في البدايه انا عماله اقول سيستم يعني ايه؟ وات از ذا مينينج اوف سيستم؟ يعني ايه اصلا كلمه سيستم؟ System عبارة عن group of organs that work together to perform a specific job. السيستم ده عبارة عن مجموعة من الأورجانز. يعني ايه؟ يعني انا عندي الدايجستيف سيستم ده بيتكون من مجموعة من a group of organs، من مجموعة من الأعضاء. A group of organs دول كلهم بيشتغلوا مع بعضهم، مفيش حاجة بتشتغل لوحديها، لأ كل أورجان بيكون موجود في السيستم كله بيشتغل مع بعضه، كله بيكمل بعضه. زي ما دلوقتي هنشوف الأورجانز اللي موجودة في الديجستيف سيستم، وإن شاء الله بعد كده هناخد زي ما قلت الريسبيراتوري وهناخد النيرفس. عندنا السيستم هو عبارة عن a group of organs، مجموعة من الأعضاء that work together، كلها زي ما قلت بتشتغل مع بعضيها. ليه بتشتغل مع بعضيها؟
to perform a specific job، عشان تؤدي وظيفة محددة، علشان تقوم بدورها، علشان تعمل الدور اللي هي موجودة علشانه. هنا جايب نوت بيقول لك ان digestive system و respiratory system are working together to get energy from food and breathing. الاتنين دول سواء كان digestive system او respiratory system هما الاتنين working together to get energy، كلهم بيشتغلوا مع بعض عشان ايه؟ get energy، عشان يحصل على الطاقة من فين؟ من الفود، من الطعام، و breathing التنفس. تمام؟ ليه احنا محتاجين ان احنا to eat food؟ ليه احنا محتاجين ناكل الطعام؟ لان كلنا عارفين او احنا بنسمع ماما بتقول ايه؟ بتقولك ايه؟ كل كويس علشان الاكل ده فيه فيتامينز، علشان الاكل ده فيه بروتين، الاكل فيه كربوهيدرات، الاكل فيه كالسيوم، فبالتالي كل الحاجات اللي بتقولها ماما موجودة، ده اللي موجود، كل التفاح علشان فيه كذا، كل الخضروات، كل فواكه، كل حاجة من الحاجات دي فيها ايه؟ فيها فيتامينز وفيها بروتينز وفيها فاتس وفيها شوجرز وفيها كربوهيدرات، فهي بتكون مليانة بنوتريانز، مليانة بايه؟ بالنوتريانز، بالعناصر الغذائية. البودي نيد ات، محتاجها. يور بودي نيد ات، محتاجها. Why do we need to eat food? All because food contains different nutrients. لأن الفود مليان بالعناصر الغذائية زي إيه؟ زي الفيتامينز، الفيتامينات والبروتينز، البروتينات that give us energy، بتعطينا إيه؟ الانرجي، الطاقة. طب إحنا محتاجين الانرجي دي ليه؟ نمبر 1 عندي هقول to do activities، عشان نعمل انشطه. تعالى كده وانت كده مش واكل وجعان وجسمك ما فيهوش نيوتريانز ولا في اي حاجه من العناصر الغذائيه، هل انت هتقدر انك انت ووكينج، تقدر انك انت تتمشى؟ لا، هتقول انا كسلان وتعبان وهتحس بخمول في جسمك. هتقدر انك انت توكينج، تتكلم، يعني لو انا دلوقتي انا مش واكله كويس وجسمي محتاج عناصر غذائيه، هقدر ان انا دلوقتي اقعد اتكلم كده طوال الحصه واشرح لكم الدرس؟ لا طبعا مش هقدر. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين الفود. يبقى عندنا اكتيفيتيز عشان نعمل الانشطه، زي ما قلنا زي الووكينج ان احنا نتمشى، توكينج نتكلم، and even during sleeping، وحتى كمان النوم واحنا نايمين محتاجين طاقه. كمان لازم جسمنا يكون فيه نوتريانز، عناصر غذائيه، علشان نقدر ننام، لان جسمنا لو فاقد العناصر الغذائيه ايه؟ مفيش عناصر غذائيه، فبالتالي مش هنقدر ننام. تمام؟ ايه تاني عندنا؟ نمبر 2 do body function، علشان الجسم يعمل الوظيفة بتاعته، as heart beating، زي ضربات القلب. لازم كمان القلب بتاعك علشان يشتغل ويعمل beating، يبقى فيه نبض او فيه ضربات للقلب، لازم يكون جسمك برضو فيه nutrients، عناصر غذائية. ايه تاني كمان عندنا؟ breathing، التنفس، وكمان thinking، التفكير. ولو انت فقدت كل العناصر الغذائية زي ما قلت او جسمك ما فيهوش، مش هتقدر كمان انك انت breathing تتنفس، ولا كمان انك انت تفكر. طيب مديلك هنا كمان نوت انه in one day، في اليوم الواحد، your body needs a lot of energy، جسمك محتاج الكثير من الطاقة، so لذلك your heart beats around، فبالتالي قلبك بينبض قد ايه؟ بينبض 100,000 times، قلبك بينبض قد ايه؟ 100,000 مرة. تمام؟ ودي معلومة مهمة. بيقول لك كمان you breathe over 20,000 times، يعني انت بتتنفس حوالي ايه؟ بيقول لك over، يعني اكتر من 20,000 times، اكتر من 20,000 مرة. تعالوا معايا نشوف اللي بعده. بعد كده عن human digestive system، الجهاز الهضمي عند الانسان، the digestive system breaks down، بيعمل ايه؟ بيعمل breaks down. يعني ايه breaks down؟ معناها بيكسر او بيفتت او بيحلل food، الطعام، into smaller parts، الى اجزاء صغيرة، that your body can use in a process called digestion process، اسمها عملية الهضم. الجهاز الهضمي بيعمل ايه؟ بيعمل breaks down، بيكسر او بيحلل food، الطعام، الى smaller parts، لاجزاء صغيرة، that
your body اللي جسمك بيقول can use يعني اللي جسمك بيستخدمه فين in a processes يعني في عملية اسمها عملية digestion processes عملية الهضم. احنا دلوقتي لما بنيجي ناكل الطعام when we eat our food تمام بناكل الطعام، طبعا الطعام بيدخل عندنا in our mouth، الطعام بينزل عندنا في esophagus في المريء، وبعد كده بيبدا ينزل لي الاستومك المعده، وبيحصل عندنا ايه الجهاز الهضمي. طبعا زي ما قلنا ان هو بيتكون من مجموعه من الاورجنز من الاعضاء، وزي ما قلت ان هما كلهم بيشتغلوا مع بعضهم، بيبداوا ان هو يحصل عندي breaks down the food، بيبدا ان هو يكسر او يجزأ الطعام into smaller parts لاجزاء صغيره. الكلام ده كله اسمه digestion processes يعني عمليه الهضم. هنا كده يجي في الامتحان يقول لك it is هي ايه عندنا digestion processes it is a process of breaking down food هي عملية تجزئة الطعام into smaller parts لأجزاء صغيرة that body cells اللي خلايا الجسم absorb and use them بتمتصهم يعني وبتستخدمهم to get energy علشان تحصل على الطاقة and growth والنمو تمام. يبقى عندنا هنا digestion processes هي ايه عندنا هي process عملية بيحصل فيها breaking down بيكسر عندنا food الطعام ويحوله الى smaller parts لأجزاء صغيرة. طبعا عندنا body cells الخلايا بتاعت الجسم بتعمل لها absorb بتمتصها and use them وبتستخدمهم علشان تحصل على ايه طبعا كلنا عارفين على الانرجي على الانرجي and growth والنمو بتحصل على الطاقة والنمو. دلوقتي هناخد the structure of the human digestive system هناخد تركيب الجهاز الهضمي عند الإنسان. بيقول ان the human digestive system consists of a group of organs بتكون من مجموعة قلنا من ايه من الأورجانز من الأعضاء that work together كلهم دول بيشتغلوا مع بعضهم. يا ترى بيكون من ايه؟ تعالوا نبدأ نشوف مع بعض. أول حاجة عندنا من فوق خالص عندنا mouth 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 اللي هو الفم، عندنا throat 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 pharynx pharynx معناها البلعوم، عندنا esophagus 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 الأنبوبة دي esophagus اللي هو stomach 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 اللي هي المعدة، عندنا liver 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 اللي هو الكبد، عندنا small intestine small intestine small intestine small intestine اللي هي الأمعاء الصغيرة دي شايفينها معايا دي الرفيعة اللي من جوه، اللي من بره دي اسمها large intestine large intestine large intestine. طيب عندنا الحتة دي الصغيرة اسمها pancreas pancreas pancreas. اللي من تحت خالص طبعا دي اللي هي اسمها anus anus. يعني anus معناها فتحة الشرج، معناها ايه فتحة الشرج اسمها anus 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 تمام. تعالوا هنا نشوف النوت دي digestive system starts with mouth and ends with anus. عندنا الجهاز الهضمي يبدأ بايه؟ بيبدأ بالماوث. عندنا اول حاجة زي ما قلنا في digestive system الجهاز الهضمي بيبدأ بايه؟ بيبدأ بماوث الفم بتاعنا، وينتهي بايه؟ ينتهي عندنا بانس. يعني ايه انس؟ معناها فتحة الشرج او فتحة الاخراج اسمها ايه؟ انس اسمها ايه؟ انس. يبقى عندنا دي مهمة جدا جدا وبتيجي في الامتحان. يقول لنا في الامتحان digestive system starts with هقول له mouth and ends with anus وبينتهي بايه بانس. description and function of organs of human digestive system يعني وصف ووظيفة اعضاء يعني الجهاز الهضمي للانسان. دلوقتي هنشوف مع بعض كل أورجان كل عضو وهنشوف مع بعض الوظيفة بتاعته. ما هنتعلم مع بعض ازاي نعمل description يعني ازاي. عندنا هنا اول حاجة هنبدأ بيه mouth. هنا بيقول digestion processes عملية الهضم begins in the mouth يبدأ في الماوث. يبقى جيني كده في الامتحان ويقول digestion processes begins in the هقول mouth عملية الهضم تبدأ اول حاجة بالفم. احنا اول حاجة عندنا الطعام بنحطه فين؟
in our mouth في فمنا. mouth contain يعني الفم بيحتوي على ايه؟ احنا عارفين عندنا teeth اللي هي الاسنان، saliva اللعاب، saliva اللي هو اللعاب، وعندنا tongue اللسان. نبدأ اول حاجة بـ teeth اللي هي الاسنان. they crush food during chewing يعني هي بتعمل ايه؟ بتطحن الطعام اثناء المضغ. معايا هنا عندنا teeth، الاسنان بنعمل بيها ايه؟ بنعمل crush، يعني crush تفتت الطعام اثناء chewing اثناء المضغ، يعني بتفتت او بتكسر او بتطحن الطعام اثناء المضغ. تمام. طيب عندنا saliva بتعمل ايه؟ it is a liquid. saliva اللي هو اللعاب، اللعاب اللي هو الليكويد السائل اللي بيكون داخل الماوث بتاعتنا. it is a liquid substance in the mouth يعني المادة السائلة في الفم اسمها ايه؟ اسمها saliva. saliva 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 اللي هو اللعاب السائل اللي بيكون في فمنا اسمه saliva. مالها؟ it is a liquid substance in the mouth السائل اللي بيكون موجود. تمام. يبقى دي معايا مهمة برضو، الحاجات دي كلها بتيجي في الامتحان في جمل الشوز صح وخطأ. ايه كمان بتعمل؟ it moistens يعني moistens يعني بترطب food الطعام and begins to break it down، بترطب الطعام او تبلل الطعام وتبدأ ان هي تكسره وتبدأ ان هي يعني تفتته. يبقى عندنا بتعمل حاجتين، هي عندنا عبارة عن liquid سائل بيكون في الماوث، وعندنا moistens food بترطب او بتبلل الطعام وبعد كده بيبدأ ايه؟ begins to break it down وتكسره. طب عندنا tongue اللسان، it mixes food with saliva in the mouth، بتبدأ تخلط الطعام مع اللعاب في الفم. عندنا اللسان التونج بتاعتنا بتعمل ميكسز للفود، بتخلط الطعام مع مين؟ مع سلايفا، وين طبعا؟ في الماوث. طيب throat and esophagus عن الحلق، والاسophagus اسمه المريء. قولوا معايا throat 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 esophagus esophagus المريء. تعال نتكلم اول حاجة عن throat. عندي بيقول لك ايه؟ it pushes the food into a tube called esophagus. الثروت اللي هو الحلق او البلعوم ده بيعمل ايه؟ بيعمل push يعني بيدفع الفود الطعام لمين؟ لأتيوب انبوبة اسمها esophagus. يبقى عندنا زي ما شايفين معايا ثروت اهو، ده اللي من فوق بيعمل ايه؟ بيعمل push بيدفع الطعام لانبوبة. ما انت حطيت الاكل خلاص جوه الماوس بتاعتك تتشو للفود مضغة الطعام، عندنا ثروت هيعمل له بوش هيدفعه لمين؟ للانبوبة الطويلة دي. شايفين الانبوبة الطويلة دي؟ دي اسمها esophagus. اسمها ايه؟ اسمها esophagus. طيب بمان it is a common cavity between esophagus وكمان عندنا تريكيا. طيب يعني ايه؟ يعني هو عبارة عن جويف مشترك ما بين مين؟ ما بين الاسوفيجس في تريكيا. الاسوفيجس ده اللي هو طبعا الخاص بيه digestive system، اما التريكيا دي القصبة الهوائية، ودي ليها علاقة بالrespiratory system، ودي هنتكلم عنها الحلقة القادمة ان شاء الله. عن ايه؟ it is a common cavity يعني عبارة عن جويف مشترك ما بين المريء الاسوفيجس وما بين التريكيا دي. اما عندنا الاسوفيجس، الاسوفيجس ده عبارة عن long vesicular tube. عشان بيجيني سؤال في الامتحان ودي مهمة جدا، يقول لك عبارة عن long vesicular tube، مين هي؟ هقول له الاسوفيجس المريء. بيعمل ايه المريء ده؟ it allows the food بيسمح الطعام to move ان هو يتحرك من فين؟ من throat من الحلق down into the stomach، من الحلق اللي هو throat اللي اتكلمت عنه دلوقتي اللي هو ده من فوق، بيعمل ايه؟ بيسمح له ان هو يتحرك من throat down ينزل تحت الميم للستومك للمعدة. المعدة اللي هي اللي قدامكم دي اللي عاملة زي البالونة المنتفخة دي، فدي اسمها ستومك اللي هي المعدة. ستومك المعدة برضو هي كمان عندنا muscular organ عضو عضلي، بيعمل ايه؟ mixes food بيخلط الطعام with the stomach acid. يعني stomach acid معناها حمض المعدة and digest
والعصارة الهاضمة بقول عليها enzymes اللي هي found in الموجودة to change the food عشان تحول الطعام into a soapy liquid الى سائل. يبقى هي بتعمل ايه؟ بتعمل اللي عندنا الستومك بتعمل ايه؟ بتعمل ميكسز لمين؟ للفود. مع مين؟ مع الستومك اسيد، الحمض بتاع المعده، and digestive juices مع يعني العصاره الهاضمه اللي هي الانزيمز يعني الموجوده فيها. وبعد كده بتبدا ان هي تعمل change the food، بتحول الطعام into a soapy liquid الى سائل. food stays in the stomach، الطعام بيكون موجود في المعده for few hours لساعات قليله. then the muscles العضلات of the stomach عضلات المعده بتبدا ان هي تعمل ايه؟ move، بتحرك the food الطعام. winding tube called small intestine يعني بتحوله الى انبوبة طولية متعرجة اسمها small intestine يعني الامعاء الدقيقة او الامعاء الصغيرة. ان الطعام بيكون في المعدة لمدة او ساعات قليلة. وبعد كده عندنا العضلات بتاعت المعدة بتحرك الطعام ده الى ايه؟ الى عندنا انبوبة اسمها عندنا اللي هي small intestine اللي خدناها من شوية، اللي خدناها وقلنا اللي هي الامعاء الدقيقة. تمام؟ يبدأ الطعام بيروح لها. ناخد small intestine، small intestine اللي هي الامعاء الصغيرة. دلوقتي الاكل خلاص عندنا، بعد طبعا احنا ما اكلنا طبعا راح عندنا في الماوث، نزل عندنا في الاستافجس، راح الاستامك للمعدة، وبعد كده بعد ساعات قليلة زي ما قلنا few hours هو نزل فين؟ نزل لي small intestine الامعاء الدقيقة زي ما شايفينها معايا دي اللي من جوه في الصورة. it is a long هي عندنا طويلة، winding tube يعني انبوبة متعرجة، as its length is more than 6 meters طولها قد ايه؟ يعني بيقول لك اكتر من 6 متر. شايفين معايا عندنا small intestine دي عندنا اللينس بتاعتها قد ايه؟ more than 6 meters اكتر من 6 متر. تخيلوا معايا the juices of pancreas العصارة اللي في البنكرياس الليفر في البنكرياس والكبد flow into تتدفق ليها تروح فين عندنا؟ بتروح ل small intestine للأمعاء الصغيرة and help يعني بتساعدها in breaking down ان هي تكسر لها وتفتت لها الفود الطعام into nutrients تبدأ ان هي بتفتت الطعام وبتحوله nutrients لعناصر غذائية او بقول يعني الى طعام مهضوم. the walls of the small intestine الجدار بتاع ال small intestine ده بيبدأ يعمل absorb بيمتص these nutrients العناصر الغذائية دي through من خلال tiny blood vessels من خلال أوعية دموية بتكون ضيقة to carry them علشان تحملهم to all body parts لكل أجزاء الجسم. يعني إيه؟ عندنا العصارة اللي هي اللي موجودة في البنكرياس والكبد طبعا بيقول إن هي بتنتقل أو بتتدفق للسمول انتستين دي علشان تساعدها إن هي تكسر عندنا وتفتت الطعام وتحوله للنترينز لعناصر غذائية. وده بيكون digested food يعني بيكون طعام مهضوم. بعد كده عندنا الجدار بتاعها اللي من بره ده بيعمل absorb بيمتص عندنا النيوترينز دي من خلال عندنا tiny blood vessels أوعية دموية بتكون ضيقة بتعمل ايه؟ carry them بتحملهم لكل أجزاء الجسم. the body الجسم the body does not benefit from some parts of food الجسم في حاجات الجسم مش بيستفاد بيها يعني في اجزاء من الطعام بتكون في الطعام اللي احنا بيدخل فيه جسمنا الجسم في حاجات ما بيحتاجهاش باسمها ايه بيقول undigested material يعني المواد الغير مهضومة اسمها ايه اسمها مواد غير مهضومة دي المواد اللي جسمنا مش بيحتاجها او جسمنا ما بيستفادش بيها فاسمها مواد غير مهضومة مالها دي that flow into the large intestine يعني دي بتروح فين بتروح للامعاء الغليظة يبقى عندنا الحاجات اللي الجسم بيستفادش منها دي عندنا اسمها undigestive material ودي بتروح فين دي عندنا بتروح في large intestine يعني الامعاء الغليظة طبعا برضو الجزئية دي مهمة جدا جدا
طيب تعالوا بعد كده هنروح ل large intestine. بيقول مالها؟ it is a tube، هي برضو أنبوبة. that starts from the end، يعني هي بتبدأ من نهاية of small intestine، بتبدأ من نهاية عندنا الأمعاء اللي بتكون دقيقة and ends with anus، وبتنتهي بفتحة الشرج. يبقى هي بتبدأ بإيه؟ بتبدأ عندنا ب small intestine وبتنتهي عندنا بإنس اللي هي فتحة الشرج. absorbs أهميتها بإيه؟ هقول absorb يعني إن هي بتمتص water، المية from undigested materials، يعني هي بتمتص المية من المواد الغير مهضومة. so they become solid wastes، يعني بيقول إن هي بتصبح يعني wastes يعني فضلات صلبة. that leave the body through the anus، يغادر أو بتترك الجسم من خلال عندنا anus اللي هي فتحة الشرج. يعني قلنا إن undigested materials طبعا دي بتعمل إيه؟ flow into large intestine، بتروح ل large intestine. تمام، بعد كده بيعمل ايه عندنا؟ large intestine بتعمل absorb لي water، للمية اللي جاية من undigested material، من المية اللي جاية من الطعام الغير مهضوم. بعد كده الطعام الغير مهضوم هي بتمتص منه المية، فبتحول لايه؟ بتحول لي solid wastes يعني فضلات صلبة، الفضلات اللي بتخرج مننا. that leave the body يعني اللي بتغادر الجسم عن طريق فتحة الشرج. تمام؟ طيب بعد كده هنا جايب كده ملاحظة بيقول the properties of all organs، خصائص كل الأعضاء of the human digestive system are considered as structural. كل الأعضاء اللي موجودة في الجهاز الهضمي بقول عليها structural adaptation، بقول عليها ايه؟ structural adaptation، تكيف يعني تركيبي، حاجة يعني بتكون مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى، حاجة في تركيبة الجسم، يعني حاجة انا ما بغيرش فيها، فبالتالي هي كلها عندي structure of adaptation. تمام، كل الأورجانز الموجودة في digestive system. what happen if one of the organs of the digestive system is absent؟ السؤال ده مهم. واحد من اعضاء الجهاز الهضمي غاب، يعني مثلا مش موجود عندنا esophagus، مش موجود عندنا liver، stomach، large intestine، اي عندنا organ من digestive system حصل له ايه؟ absent. يعني absent يعني غاب، يعني مش موجود. هقول ايه هيحصل؟ ان digestive system قد not do its function correctly، يعني الجهاز الهضمي مش هيقوم بالوظيفة بتاعته بشكل صحيح. تمام؟ comparison between the functions of the stomach small intestine and large intestine. تعالوا نشوف مع بعض المقارنة ما بينهم هما الثلاثة. اول حاجة عندنا الستومك بتاعتنا، المعدة mixing food with acid and digestive juices to change it into a soapy liquid. عندنا الطعام بيحصل له ايه؟ بيختلط مع مين؟ مع الاسيد. مع مين؟ مع اسيد. يعني ايه اسيد؟ يعني حمض مع الحمض. وبيحصل له ايه؟ وبيحصل له ان هو بيهضم العصارة to change it عشان يحولها لصبي ليكويد، يحولها لسائل. يبقى عندنا الاستومك بتعمل ايه؟ بتعمل ميكسينج فود، بتخلط الطعام بالاسيد بالحمض اللي بيكون موجود في المعدة، وبيعمل له دايجستيف يعني بيهضم عندنا الجوسز العصارة دي، وبيحولها لصبي ليكويد يعني لسائل. اما عندنا سمول انتستين بتعمل ايه؟ بريكنج داون اوف فود، بتكسر الطعام انتو نوتريينز، الطعام اللي انت بتاكله ده هي بتحوله نوتريينز لعناصر غذائيه. طيب باي ذا هيلب اوف ذا جوسز اوف ليفر اند بنكرياس. تمام، يبقى هي بتعمل ايه؟ بتكسر الطعام لعناصر غذائيه. مين اللي بيساعدها؟ عندنا بمساعده اوف ذا جوسز، يعني بمساعده العصاره بتاعه مين؟ ليفر بتاعه الكبد والبنكرياس، هم اللي بيساعدوا عندنا، بيساعدوا الفود الطعام ده ان هو يتحول لنوترينز لعناصر غذائية.
اما عندنا لارج انتستين بتعمل ايه؟ absorbing the water. ودي مهمه جدا جدا، بتيجي في الامتحان يقول لي مين اللي بيعمل absorbing للwater from undigested materials، مين اللي بيعمل absorb يعني بيمتص الميه من الطعام اللي بيكون غير مهضوم. عندنا هنا undigested materials يعني المواد الغير مهضومه او الاشياء الغير مهضومه او الطعام اللي بيكون غير مهضوم، مين اللي بيعمل له absorbing يعني بيمتص منه الميه؟ عندنا large intestine. وبرده دي مهمه ودي مهمه ودي مهمه جدا، وبتيجي في الامتحان. تمام، تعالوا نشوف اللي بعده. How can you keep the digestive system healthy؟ ازاي تحافظ على الجهاز الهضمي يعني ان هو يكون بصحه؟ اول حاجه لازم تعملها drinking a lot amount of water، تشرب كميه ميه كبيره. chewing the food well، لازم تمضغ الطعام بشكل جيد. don't eat much fast meals، ما تاكلش وجبات سريعه. طبعا الجزئيه دي برضو مهمه. طيب بعد كده هنا بيقول مين عندنا mixes food with acid and digestive juices، مين اللي بيخلط الطعام بالعصارة وعندنا بالحمض والعصارة الهاضمة؟ طبعا قلنا stomach المعدة. بيقول a system يعني نظام that breaks down food يعني بيحلل الطعام او بيكسر الطعام into smaller parts، الى اجزاء صغيرة. طبعا عندنا مين digestive system، عشان هو بيقول system يبقى digestive system. it absorbs water، بيمتص المية from the undigested material، بيمتص المية شايفين معايا من المواد الغير مهضومة، قلنا مين large intestine. تمام، وبكده يكون خلص درسنا النهاردة. تابعوني في الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني بلايك للفيديو. thank you for watching. bye bye.